دائما ما كانت الحركة الوطنية في جانب وجماعة الإخوان الإرهابية في جانب آخر، تاريخ من الخيانات بدءا من خيانة الملك فاروق مرورا بالقفز على ثورة 25 من يناير. فمنذ نشأتها وحتى اليوم تضرب الجماعة مثالا للعنف والدموية والخيانة، ليقف التاريخ شاهدا على بائع الوطن. الإخوان تاريخ من الخيانة. دائما كانت الحركة الوطنية في جانب وجماعة الإخوان في الجانب الآخر. في البدايات ورغم دعم الملك فاروق غير المحدود لهم، آثر الإخوان التنكر لفضله والتخلي عنه من أجل الإنجليز، وهم الذين وقفوا معه قبل ذلك حينما رددت الجماهير الشعب مع الوفد، فخرجوا هم ليقولوا الله مع الملك. ثم جاءت ثورة يوليو 52، تلتها مباحثات الجلاء مع الإنجليز لينضم الإخوان كالعادة إلى الجانب الآخر. في سنة 54 كنا بنتفاوض مع الإنجليز علشان الجلاء، وفي نفس الوقت كان الإخوان المسلمين يعقدوا اجتماعات سرية مع أعضاء السفارة البريطانية، وأقول لهم إن إحنا سنستطيع أن نستولي على السلطة وسنستطيع أن نعمل كذا وكذا. ويستمر المسلسل، ورغم غضه الطرف عنهم يجد نفسه أمام ناكر الجميل، لكن تقي شر من أحسنت إليه، فكان الاغتيال. طلعت جميع الإخوان من السجن اللي محكوم عليهم، أعدتهم إلى وظائف، صرفوا لهم فرق المهية اللي كانوا مسجونين فيه. انا اعتقدت ان الموضوع خلاص اتصفى وانتهى. لا، شغل اللي يقولوا عليه التقية، بس التقية مش عندنا احنا السنة، المسلمين السنة، التقية مش عند السنة ابدا، انه تتكلم بلسان واللي في قلبك حاجة تانية. ويتغير المشهد للمرة الرابعة، ويظل الطبع كما هو، ويحدث الزلزال في 25 من يناير 2011. وقبل أن يستفيق الناس تجدهم في البرلمان موجهين الطعنة للجميع. الثورة في البرلمان وليست في الميدان. كان الهدف واضحا، الوصول إلى قمة الهرم، كرسي الرئاسة. وتحقق ما دبروا وقالوا للجميع وقتها: هذا فراق بيني وبينك. مستأثرين بكل شيء وضد الجميع، فلا ثورة ولا ثوار، ولكن الأهل والعشيرة فقط. وكانت الفاصلة، فجاءت 30 يونيو لتثبت لهم خطأ حساباتهم وقصر نظرهم وعاقبة صنيعهم.